Welcome to Central London. بعد ما كورونا راح تخلص، الناس راح تبدي تفكر انه تتمرن، تبدي تفكر تشترك بجيم. شلون راح تضمنون انه انتم راح تقدرون تستمرون، مو فقط شهر شهرين وتتركون الرياضة؟ فاليوم عدي لكم ثلاث تبات او ثلاث نصائح تخليكم تقدرون تستمرون بالتمرين بعد ما هذه الفترة ان شاء الله تخلص. Tall buildings, huh? Okay. أول نصيحة ويانا هي ثمن الصحة، عرفوا قيمة صحتكم. إذا أكو شيء تعلمناه من فترة كورونا والحجر الصحي والأخبار مالتها، هي إيش قد الصحة كانت مهمة. الناس بتبع عليها من ده صور في ذاك، يعني راحت. فصحة بشكل عام، سواء كانت صحة جسدية أو كانت صحة نفسية، لعبت دور مهم جدا. إنه الحجر الصحي وانحرامنا من القيام ببعض الأمور اللي احنا كنا متعودين عليها، روتيننا، سواء كانت طلعة، سواء كانت نروح للجيم، سواء كانت نطلع ويا الأصدقاء، وهذا خلانا نكون نشعر كأننا محبوسين بالبيت. كل هذا خلى ضغط على صحتنا النفسية وعلى عقلنا. الجانب الآخر من الحجر الصحي كان الضغط على الصحة الجسدية، واللي هو كان العامل الرئيسي بالنسبة للناس، خصوصا بالبداية بدأت الناس تفكر شلون أبدي أخذ أني مالتي فيتامين. بدأت الناس تفكر شلون أقدر أهتم بصحتي، راح أكل فواكه أكثر، أخذ فيتامين سي أكثر. لكن بالحقيقة إذا أنتوا كنتوا هاملين صحتكم خلال السنوات كلية راحت، فهسه هالأسبوع أو هالفترة هذه من تبدي راح تهتم بصحتك ما راح يسوي أي فرق. فالناس اللي كانوا أصلاً هم من البداية مستمرين على الرياضة، واللي أقصد بالرياضة مو فقط التمرين لكن كذلك الغذاء، هذول الناس كانوا نوعاً ما محظوظين أكثر من غيرهم، لأنه جهاز المناعة عندهم أقوى، صحة جسمهم بشكل عام كانت أحسن. ما دامني أنا أعرف شقد مهمة صحتي، إذا من ناو جاي إن شاء الله بعد ما يخلص هذا الوضع راح أبدي أهتم بصحتي أكثر، أهتم بالغذاء مالتي أكثر، لأنه أنا عرفت أو نوعا ما عيني تفتحت على أهمية الصحة الجسدية والعقلية. شوارع فارغة كلش. مهم، خلونا نروح للنصيحة الثانية. من عرفت أهمية صحتي راح أقدر عد أروح للنصيحة الثانية، واللي هي أخصص وقت للرياضة. عندنا 24 ساعة باليوم كافي، خلينا نقول من هاي ال 24 ساعة أنا دا نام 8 ساعات، ولو ما حد بينا ينام 8 ساعات، لكن خلينا نفرض إنه 8 ساعات، بقت شقد؟ بقت 16 ساعة. من هاي 16 ساعة ما أقدر أطلع بيها في النص ساعة للتمرين، سواء كنت دا أطلع أتمشى أو أروح للجيم، أو حتى ممكن أقعد أهتم بغذائي وأشوف شلون أقدر أحسن من وجباتي بشكل عام، حتى إذا كانت عندي أولويات، شغل البيت بالنسبة للبنات، تربية الأولاد، احتمال تكون طالب سادس وما عندك وقت مجال للتمرين، النص ساعة موجودة دائم. النص ساعة على 3 أيام بالأسبوع تكون كلش كافي حتى تحسنون من صحتكم. شوية شوية عد أخذها خطوات وأبدي أخصص، احتمال أسويها 4 أيام بالأسبوع، احتمال أسويها 45 دقيقة، وهكذا شوية شوية أحسن، أبدي بشيء بسيط ومن أحب الموضوع ونوعا ما أقدر أدمجه بيومي، ذاك الوقت أبدي عاد أروح أحاول أزيد من عنده. فأسعد خلي نروح للنصيحة الثالثة والأخيرة. وقت شغلة أخيرة واللي هي راح تكون أهم وحدة، التزامكم يناسب هدفكم. وهذا هو الخطأ اللي توقع به معظم الناس، يريد ينطي التزام 100% وهو بعده مبتدئ، هو بعده ما مستمر على الرياضة أكثر من شهرين ثلاثة. فالالتزام واحد من الأمور اللي راح تتطور ويا الوقت، مثل ما الجسم راح يتطور ويا الوقت، الالتزام كذلك راح يتطور ويا الوقت. فبالبداية عادي إذا ما التزمت 100%. أنا عد من الالتزام راح يتناسب ويا الهدف مالتكم، راح تكونون واقعيين أكثر، وهذا الضغط راح يخف عليكم، وبالتالي ما تحسون بالرياضة والغذاء والدايت وكل شيء، ما تحسون بيكون فرض مفروض عليكم، راح يكون فشي انتو تحبون تسووه. من اعرف ليش اتمرن؟ اعرف ثمن صحتي، من اخصص ولو نص ساعة بيومي على مجالي، ومن التزامي يكون يناسب هدفي، ذاك الوقت خلص بعد راح اقدر استمر على الرياضة. زوجتي هسه خابرتني طالعة وده ترجع للبيت وناسية المفاتيح مال البيت،
اني هسه عاصي برا، لازم اركض ركض حتى اروح انطيها المفتاح. خلصنا وحرجع للبيت وبعد ما اشوف العالم تباع علي امدا اصور. اوكي عندي كاميرا، شنو الغريب الموضوع انه امدا اصور؟ شنو؟ يلا عمي نشوفكم بالفيديو الجاي.